السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا 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 جدا. النهاردة بقى جايلكوا في عقيقة اخويا، عقيقة ابن اخويا يعني. ربنا كرمه كده بولد، فعامل الحمد لله عقيقة، ربنا يخليه له يا ربي ويبارك له فيه. تمام، هنا دبح يعني ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني هنزل لكم الدبح باذن الله. تمام، وهنا بيقطعوا اللحمه اهوت. هوريكم بقى في الفيديو ده حاجه كويسه جدا الناس كلها بتدور عليها، هو طريقه عمل كفته على ايد طباخين مصر. طريقه بقى طريقه جميله جدا بجد بجد، من احسن الكفتات اللي كلتها من ايد الطباخين. الطباخ النهارده او الشيف النهارده ما شاء الله عليه نفسه جميل جدا في الاكل، نفسه حلو جدا، طريقه طبخه كده مختلفه، حاجات عارفينها وحاجات مختلفه كده، بس يعني نفسه ما شاء الله. الميه اللي انتوا شايفينها في الحله دي اللي فيها الخضار هيعملها شوربه، يحط فيها عظم ويعملها شوربه عشان يزود لسان العصفور وكده. طيب هتقولوا لي مش هيسلق اللحمه؟ لا مش هيسلقها، هيعملها بطريقه تانية هنشوفها باذن الله في الفيديو الجاي. الكفته هنعمل الكفته بالتفصيل تمام، وكمان لسان العصفور كده على السريع معانا، بس الكفته هي اساس الفيديو النهارده، هتكون بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. شويه كده هسيب لكم صوت الفيديو الاصلي، وشويه همنتج عليه، هدبلج عليه يعني صوتي تمام، علشان اقول لكم برده حطينا ايه وايه وايه. اول حاجه هو هنا فرم شويه كده من التوم تمام، وبيفرم بعدهم كده اللي لانهم كانوا جايبين لحمه مفرومه تمام، فعشان كده ما فرمش لحمه يعني، هو فرم هنا ليا على حتت كده من اللحمه برده من الجدي تمام. اهو زي ما انتم شايفين اللي هي بتخلي الكفته حلوه جدا، ده طبعا المفرمه اللي هو جايبها معاه كده. خلاص فرم التوم اللي هيحطه على اللي هي، وفرم كمان اللي هي كلها قطع كده من اللحمه، قطع صغيره كده من اللحمه اللي واخدها من التوم. هنا خلاص فرم كل كميه اللي هي، قطع صغيره كده من اللحمه، وكمان كان في بقى لحمه مفرومه جابها حطها عليها، وعجلنا الكلام ده كله ببعضه كده لغايه لما نحط بقى بقيه الحاجه. يبقى دلوقتي ما فيش حاجه محطوطه خالص غير اللحمه واللي هي تمام، هو بس خد كده نص الكميه منها عشان هيعمل بيها البسله كده بلحمه مفرومه. هقول لكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي. ده فلفل وبصل بس، طماطم، هو حاطط ايه هنا بالظبط؟ خضره، شبت كزبره، هو فرمهم في ازاي؟ شبت كزبره وبصل وشطه وطماطم بالطماطم المفرومه. طيب ايه هو اللي حاطه بالظبط دلوقتي على اللحمه المفرومه؟ حاطط كده بس، ده كله طبعا مفروم في نفس المفرومه اللي هو عامل فيها اللحمه. فرم ايه بقى؟ فرم بصل وكمان فلفل اخضر، بصل وفلفل اخضر وطماطم، بس مش كتير يعني، على الكميه دي كلها يجي حوالي 5 حبات طماطم، 5 بصلات، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد كان 5 كده قرون من الفلفل، اللهم صل على سيدنا محمد، وشويه كده من الخضره شبت كده على كزبره. وحط بقى توم، وحط البهارات زي ما انتم شايفين. البهارات هنا عباره عن ايه؟ عباره عن ملح وفلفل، وكمان حبهان مطحون وجوز الطيب، مش اكتر من كده. طيب هقول لكم بقى مقادير الكيلو، لو انت حابه تعملي كيلو في البيت تعمليه ازاي بالظبط تمام. بتجيبي كده كيلو من اللحمه، الكيلو اللحمه ده عباره عن ايه؟ عباره عن 800 جرام من اللحمه الصافيه، و200 جرام من الدهن او من اللي هي تمام، اللي هي بتخليها جميله جدا. او مثلا كيلو الا ربع كده لحمه صافيه، وربع كيلو لي، وزنيه كده بالميزان تمام، ليا او دهن، لو مفيش ليا استعملي الدوش او الدهن تمام كده. يبقى كده حطينا الماده الدهنيه على اللحمه وفرمناهم تمام سوا. تفرمي بقى كده حوالي بصلتين تمام، بصلتين كده وسط على كيلو اللحمه، بصلتين واللهم صل على سيدنا محمد، قرنين فلفل وطماطمتين تفرموهم برضو، وعلى يعني حاجه بسيطه كده من الخضره، ما تكتريش خضره تمام. بتفرمي الكلام ده كله مع بعضه في الكبه او في المفرمه، وتحطيه على اللحمه وتبتدي ان انت كده ايه تعجنيه مع بعضه. بتحطي بقى التوابل بتاعتك اللي هي عباره عن ملح وفلفل وجوز الطيب، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد حبهان مطحون، مش حابه تحطي جوزة الطيب ما تحطهوش، بس ما تحطيش اي توابل تانية على الكفته علشان ما تضيعش طعم اللحمه كده في الكفته.
اهم حاجه بصوا اللحوم بالذات، اللحوم سواء كفته او لحمه كده ما تكتريش توابل. التوابل ده عايزه تكتريها تكتريها للفراخ، تمام؟ الفراخ بتحب التوابل، انما اللحوم والكفته والحاجات دي ما بتحبش غير جوزة الطيب، حبهان، ملح، فلفل، بس مش اكتر من كده، تمام كده؟ مش حابه تحط جوزة الطيب يعني علشان في شبهه حرمانيه كده، فبلاش خالص جوزة الطيب، تمام؟ تبتدي تعجني بقى الكلام ده كله، عجن كله كده ببعضه، وتحط كمان شويه من التوم بس ما تكتريش توم، تمام؟ بتعجني بقى الكلام ده كله في بعضه. اهم حاجه عجن الكفته، اعجني الكفته حلو جدا حلو جدا، تانيك اعجني فيها لغايه لما تطلع كده زي فتل كده، تمام؟ اعجني الكفته وبعد كده صبعيها وحطها بقى في الفرن او اعمليها على الفحم، يعني سويها زي ما انت حابه تسوي، مش هتاخد معاكي سوا خالص، هتبقى كده جوسي كده يعني طريه كده من جوه، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا، طعمها حلو جدا ما بتشدش معاكي، تمام؟ لو انت ما عندكيش نسبه دهن كتيره تحطيها على الكفته، فحط شويه من البودر، تمام؟ بس يفضل ان يكون في دهن، ده اللي بيحمر الكفتايه، بيسويها بيخليها طريه جوسي كده وطعمها حلو جدا، بيدي طعم حلو جدا للكفتة. الكفتة اللي الطباخ عاملها اللي احنا اللي هو عاملها دلوقتي معاكم، هو نسبة الدهن كانت فيها كتيرة، كانت نسبة الدهن بصراحة فيها كتيرة، يعني كانت اللحم اصلا هو شاريها فيها دهن كتير وحط عليها ليا، هو كان عارف ان نسبة الدهن كتير اكتر من المقدار اللي قلتلكم عليه، فعشان كده كبر اللي هو الصبع يعني خلاه كبير جدا، لانه عارف ان هو يكش، لما يكش بقى هو مش هيكش عشان اللحمه بتكش، لا علشان فيها نسبه دهن كتير، فده كله بينزل، فاهمني؟ زي ما انتم شايفين كده في الصينيه بعد ما استوى، دخل الفرن طبعا خدش حوالي 10 دقائق في الفرن، استوت واحمرت كده واتقلت زي ما انتم شايفين، الدهن هو اللي حمرها، ما تحطيش اي حاجه خالص في الصاج، بتحطي بس الكفته زي ما ورصتها كده وتحطها في الفرن 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، هتلاقيها استوت، تمام كده؟ نسبه الدهن ده كلها نزلت من الكفته، فعشان كده خست شويه، بس ما شاء الله في الاخر الصبع يعني كان معقول، تمام؟ فهنا بقى كان بيلف الوجبات قطعتين كده من اللحمه مع صبع من الكفته، وبصراحه كانت جميله جدا جدا جدا، يعني الف هنا وشفا، وربنا يبارك له يا رب، ربنا يخلي له ابنه اخويا، ربنا يخلي له ابنه يا رب، ويخلي له اولاده ويبارك له فيهم، ربنا يا رب يكرمه ويكبر بخاطره، اللهم امين. كده بقى عرفنا طريقه عمل الكفته من ايد طباخين مصر، هقول لكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي، على ما اجيب بس الكارت بتاعه هجيب لكم اسمه، عشان اللي حابب اي حد من محافظه كفر الشيخ حابب ان هو يتواصل معاه هكتب لكم ان شاء الله باذن الله اسمه، او ممكن برضو في اول تعليق مسبب تحت الفيديو ده هكتب لكم اسمه، واي حد من كفر الشيخ عايز يحيي فرح بيعمل جميع انواع الحلويات والمأكولات وكل حاجه، يعني يحيي فرح، فاللهم صل على محمد هو يحيي لكم الفرح بالطبخ يعني بالطبخ يعني، تمام؟ هنا هي اللسان العصفور اهو، بعد ما حمره وسوي الصفه وبعد كده سواه في شوربه زي ما انتم شايفين اهوت، حاطط عليه كبده، وطريقه عمل الكبده ده برضو هقولها لكم ان شاء الله في فيديو جاي. هنا بقى الاضاءه كانت عشان كنا خلاص بقينا بالليل، فالاضاءه ما كانتش كويسه يعني في المكان اللي هو كان بيطبخ فيه ده، فمعلش بقى متاسفه الاضاءه دلوقتي، هو كان خلاص بيرص الصفر. انتظروا ان شاء الله باذن الله الفيديو القادم هكون جبت لكم اسمه ورقم تليفون الشيف باذن الله، اي حد عنده عقيقه، اي حد عنده فرح، اي مناسبه هيطبخ لكم ان شاء الله باذن الله اي حاجه انتوا عايزينها. دي حاجه كانت على الضيق كده يعني، كانت عقيقه على الضيق، فما كترناش اصناف كتير، بس هو ما شاء الله بيعمل جميع انواع الحلويات وجميع انواع المأكولات، هيعجبكم ان شاء الله باذن الله طبخه. يلا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، اتمنى الفيديو يكون عجبكم وما يكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.